في الغالب الذين ليس لديهم ما يموتون لأجله، ليس لديهم ما يعيشون لأجله. لا ترتبط بمن يريدك أن تركض وراءه، ولا بمن يركض وراءك، بل بمن تشعر أنه وأنك تسيران معا. لا تستمع للمنظرين بل للمجربين، فاجتياز المحيط على الخارطة أسهل بكثير من اجتيازه في قارب. نصيب الإسلام من الجغرافية مساو لنصيب القرآن في قلوب المسلمين. أسوأ ما في الأرق أن نعرف أن الذين أرقنا لأجلهم ناموا باكرا. إن لم تستطع أن تصبح واقعا جميلا لأحدهم فلا تكن له ذكرى سيئة. الذي رفع السماء بعيدا جعل بابها في الأرض ووضع المفاتيح في الجباه، اسجدوا واسألوا. إذا أردت أن تعرف مبادئ شخص فلا تنظر لما يرضاه لنفسه بل بما يرضاه لغيره. ليس كل ما يبدو عملا نبيلا هو كذلك فعلا، فالمصور الذي يطلب منك أن تبتسم ليس قلقا بشأن ابتسامتك، كل ما يهمه هو الصورة فقط. أحيانا ندفع أعمارنا ثمنا لكلمة نعم كانت يجب أن تكون لا. كلما عاد من السفر حدثني عن قيمة الإنسان هناك، لم يعد الأمر مسليا كما في السابق، في حين تخبر مشلولا عن متعة السير أنت لا تسليه بل تذكره بعاهته. قبل أن تبدأ شيئا تعلم كيف تنهيه، فالهبوط أول درس يتعلمه الطيارون. أجمل التجار هو الذي يتاجر بماله لأجل الدين، وأقبح التجار هو الذي يتاجر بدينه لأجل المال. إن قلبك بإمكانه أن ينافس الصخر في قسوته، وبإمكانه أن ينافس الحرير في ليونته. وحدك تقرر أي منافسة تخوض. عندما لا تئن تحت ضرباتهم تفقدهم لذة النصر. هل سمعت يوما أن شجرة قالت لفأس: الأوامر الصعبة التي تخرج من فم مبتسم تكون أسهل من الأوامر السهلة التي تخرج من فم عابس. يا الله، ما أبعد السماء وما أقربك.